السلام عليكم. في ناس شايفة ان في تعارض بين الرضا والطموح، وان من غير الممكن الجمع بينهم، ودي مشكلة، لاني شايف ان الجمع بين الرضا والطموح ضرورة ان كنت ترغب في حياة تستحق. لعل السبب الاكبر في رؤية البعض للتعارض هو الفهم الخاطئ لمعنى الرضا. كتير من الناس بيفهموا الرضا بمعنى الاكتفاء، بالنسبة لهم انك ترضى يعني ان تكتفي بما عندك، والمعنى ده غير صحيح. الرضا يعني القبول، ان تقبل ما عندك ولا تكن ساخطا، وقبول امر ما لا يعني ان تتوقف عن السعي لما هو افضل. سيدنا عثمان لو لم يملك سوى قوت يومه كان هيرضى وهيقبل، لكنه لو كان اكتفى بقوت يومه مين كان هيمول جيش العسرة؟ فبداية الرضا لا يعني الاكتفاء، الرضا يعني القبول وعدم السخط. أما بالنسبة للطموح فالسعي للأفضل طبيعة إنسانية، وهي صفة محمودة ومطلوبة طالما كان سعيك سعي إصلاح وليس سعي إفساد. عارف مين القائل إن لي نفسا تواقة وما حققت شيئا إلا تاقت لما هو أعلى منه؟ عمر بن عبد العزيز. الطموح والسعي للأفضل مش طمع، الطموح المذموم هو الطموح الأناني، الطموح اللي بيكون هدفه إشباع أطماع صاحبه حتى ولو على حساب الآخرين. لو كان طموحك في الثراء والشهرة تحديدا، اسأل نفسك لماذا تريد الثراء والشهرة؟ إن كان الثراء والشهرة هيمكنوك من تحقيق عمل صالح فمفيش مشكلة طالما استخدمت وسائل شرعية في الحصول عليهم، بس المفروض هنا الطموح يكون تحقيق العمل الصالح، والثراء والشهرة بالنسبة لك يكونوا مجرد وسائل أو أدوات مش هدف في حد ذاتهم. أما لو كان الطموح نفسه هو الثراء والشهرة لإشباع الرغبات الشخصية في الترف والزهو بين الناس، فده بالتأكيد طموح مذموم، لأنه لا يحقق إصلاحا بل غالبا سينتج عنه نوع من أنواع الفساد، بالإضافة أنه لن يحقق لك سعادة حقيقية. الإنسان لا يشبع أبدا من المال والشهرة، واللي بيسعى خلفهم لذاتهم دايما هيحس بحالة افتقار للمزيد منهم. إذن الطموح طبيعة إنسانية وهو شيء محمود ومطلوب طالما هدفه الإصلاح. إحنا قلنا في أول الفيديو أن من الضروري الجمع بين الرضا والطموح. ليه؟ إيه المشكلة في أن الشخص يكون عنده رضا لكن ما عندوش طموح؟ المشكلة في 3 نقط. أولا، في قول بأن الإنسان إن لم يكن يتطور فهو يتدهور، محدش يقدر يثبت على حاله، فإن لم تسعى لما هو أفضل ستحصل على ما هو أسوأ غالبا. ثانيا، لو كان عندك القدرة على السعي للأفضل لكنك لم تسعى، فأنت ستسأل عن القدرة دي يوم القيامة، ستسأل عن عمرك وعن مالك وعن علمك، فمن مصلحتك استغلال هذه القدرة عشان تقدر تجاوب على الأسئلة دي جواب ينفعك. ثالثا، أي أمة أو مجتمع قوي بيكون قوي بإنجازات أفراده الطموحين، قادة، علماء، تجار، أو حتى آباء وأمهات عندهم طموح في تربية جيل مميز أفضل وأقوى، طموحهم أكبر من مجرد الحفاظ على النسل. الأمة اللي يكتفي أفرادها بالحد الأدنى ولا تسعى للأفضل هي في الغالب أمة ضعيفة منهكة مفعول بها دائما. دول كانوا 3 نقاط سريعة يوضحوا مشكلة انعدام الطموح. طيب ماذا عن انعدام الرضا؟ الطموح بدون رضا عادة ما ينقلب على صاحبه وبيكون سبب في شقائه. الشخص اللي عنده أهداف وشايف إنه مش هيكون سعيد إلا لما يحقق الأهداف دي، وإن الحياة تعب وشقاء بدون سعادة طالما الأهداف والطموح لم يتحقق بعد، هيعيش معظم حياته في شقاء، لأنه حتى لما يحقق أهدافه وطموحه هيسعد لفترة قصيرة وسرعان ما هيبدأ في طلب أهداف جديدة لتحقيق طموح أكبر، لأن دي طبيعة الشخص الطموح، نفسه تواقة كلما حققت شيئا سعت لما هو أعلى منه، وبالتالي هيرجع للشقاء مرة أخرى. ومفيش حاجة ممكن تنقذه من الشقاء ده غير الرضا، إنه يرضى بشكل دائم بنتائج سعيه حتى قبل أن يتحقق طموحه بشكل كامل، إنه يرضى بكل نجاح بسيط بيحققه حتى لو كان أقل من طموحه. الرضا هيخليك تستمتع برحلة تحقيق النجاح والطموح بدلا من حالة الشقاء والافتقار اللي ممكن يشعر بها الشخص الطموح قبل الوصول لهدفه. خلاصة حلقة اليوم، من الضروري الجمع بين الرضا والطموح. محتاجين الطموح لتحقيق الإصلاح في الأرض وعشان نعيش حياة فيها استبشار وتفاؤل بما هو قادم، ومحتاجين الرضا عشان نتحمل الصعوبات اللي هنواجهها في طريق الإصلاح والنجاح، وعشان نعيش حياة سعيدة حتى قبل تحقيق الطموح المرغوب. رزقنا الله وإياكم الرضا والطموح فيما يرضيه. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.